بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بيتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، وطريقتهم في التعلم أنهم كانوا بيتلقوا القرآن الكريم آيات معدودات، ما كانش الكم كبير، كان الكم معقول جدا وبسيط، عشان يتفهموا معنى هذه الآيات ويفقهوا ما فيها من علم وفقه، يفقهوا ده ويتعلموا ده من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكمان مش يتعلموا بس، ده يتعلموا ويعملون بما في هذه الآيات، وبعد كده يبدأون في حفظ غيرها على نفس هذا المنوال وهذا المنهج العلمي في التعليم. وفي ذلك يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، اللي كانوا بيعلموهم القرآن وهو تابعي كبير، فبيقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم وغيرهما، أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يعني إيه؟ يعني هم كانوا بيتعلموا بطريقة معينة، هي 10 آيات يحفظوها ويتعلموا ما فيها من الفقه ومن العلم، وكانوا بيتلقوا ده من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن ده كم من العلوم والمعارف كبير. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه لمنكري السنة: أين هذا العلم الذي تعلموه؟ وهل كانوا بيتعلموا العلم ده اللي كانوا بيفقهوه من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هيتعلموا العلم ده لنفسهم بس دون من خلفهم؟ ده شيء مش منطقي، يعني ده أمر لا يعقل أبداً. ده طلاب الحديث النبوي الشريف كانوا بيقيمون بجواره صلى الله عليه وسلم،
اللغاوي بقى علم منهم الأهل الاختصاص، وحتى اللي كانوا بيسافروا يأتون من مسافات بعيدة لطلب الحديث الشريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتعلموه ويحفظوه ويفهموه، زي ما أخرج لنا الإمام البخاري عن مالك ابن الحويرث بيقول إنه أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون. كانوا شباب قريبين قوي من بعض في المرحلة العمرية، وبيقولوا أقمنا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما وليلة، وبعدين بيقول فظن أن اشتقنا أهلنا، يعني هو بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هم افتقدوا أهلهم، وبدأ النبي يسأله فسألنا عمن تركنا في أهل عمن تركنا في أهلنا، إحنا سبنا مين اللي ليه، أنت متجوز ولا مش متجوز، أنت مقيم مع أبوك وأمك ولا مقيم مع عيلتك ولا مقيم مع أولادك ولا مين ناسك. فبدأ النبي يعني ده نوع من الألفة والود. فبيقول لما سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأخبرناه وهو بيوصفه، فبيقول الصحابي الكريم وكان رفيقا رحيما. ما هو من الود والرحمة أنه يقيم هذا الحوار معاهم ويسألهم أنت مين، أنت عايش مع مين، من أهلك، من ناسك، أنت متجوز مش متجوز، عندك أولاد ما عندكش أولاد، وهما يعني هو بيقول كان رفيقا رحيما. فبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام قعد يتكلم معاهم وسمع أخبارهم وعن أسرهم وعوائلهم، بعد كده علمهم النبي حاجات وقال لهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، علموهم العلم اللي أنتوا تلقيتوه، ومروهم يعني مروهم بالخير الذي تعلمتموه، وصلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام فصل ليهم الأمر إزاي يصلوا وكيف تكون الصلاة وهيئة الصلاة، وده إن شاء الله هنفصل في هذا الحديث الكلام مرة تانية عشان منكر السنة يشوف إزاي إن الحديث النبوي الشريف بيعلمنا دقائق دقائق العلوم والمعارف اللي إحنا بنستعملها في عباداتنا. فالنبي قال لهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى النبي علمهم إزاي يصلوا، وحصل ده بالفعل. هنجمع بين الروايتين ونشوف إزاي النبي علمهم الصلاة وإزاي هم نقلوا، مش كانوا بيتعلموا العلم لأنفسهم فقط، إنما كانوا يتعلمون العلم ويحفظوا ويقومون بنقله، لأن ده أمر نبوي شريف. إذن المجموعة دي اللي جت الشبيبة دول اللي جم يتعلموا من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا إلى ديارهم يعلمون قومهم ما تعلموه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكملة الرواية وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم، فالنبي أمرهم أنه لما تأتي ساعة الصلاة سواء أنتوا في سفر أو في حضر لازم أن يؤذن لكم أحدكم، واحد منكم يبقى هو المؤذن، يعني يرفع الأذان ليعلم دخول وقت الصلاة. وبعد كده النبي قال ثم لي أمكم أكبركم، وحنشرح الحديث ده بتفصيل، أكبركم ولا أقرأكم للقرآن، وإزاي إحنا بنوفق بين المعنيين دول عشان نشوف دقة علم الحديث النبوي الشريف. النهاردة إحنا بنتكلم بصورة عامة عن إزاي تلقيهم للقرآن وتلقيهم للسنة وهم بيتعلموا القرآن، لأنه كانوا بيعلموهم كيف يقرؤون القرآن ويتعلموا العلم كمان من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة اللي كانوا أهل اختصاص في تعليم القرآن الكريم، اللي بينقلوا العلم اللي تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام ويعلموه لبقية الصحابة. كان صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندهم حرص شديد جدا على حضور مجالس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرص يعني تعجب له لما تيجي تقرأ السنة وتقرأ السيرة النبوية المشرفة. السيرة مش اللي كتبوا في السير جايبين الكلام ده من عندهم، اللي كتبوا في السير جابوها من كتب الحديث. لابد من حينما نتكلم عن أي شيء يختص بالحديث والسير يكون كلام علمي دقيق واكب الحركة العلمية للحديث منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر، لأنه مر بمراحل علمية دقيقة اللي حفر المنهج العلمي بتاعها في نفوس وقلوب الصحابة الكرام. كان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام درب عليها الصحابة بطريقة غير مباشرة، الصحابة علموها للتابعين والتابعين علموها لتابع التابعين وهكذا إلى أئمة الحديث اللي خدوا هذا العلم
واللي تلقوا إزاي ياخدوا الأحاديث ويتلقوها بحرص ويتأكدوا مين اللي روى الحديث، وده علم المسلمين وفقوا إليه ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه وتعليمه وتدريب النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة الكرام على تلقي القرآن الكريم وتلقي الحديث النبوي الشريف. الصحابة كان عندهم حرص شديد على تلقي الحديث، وكان برضو عندهم حرص على أنهم يقوموا بأعمالهم الحياتية اليومية الخاصة اللي هي خاصة بمعايشهم، زي التجارة، زي الزراعة، زي الصناعة، اللي كان في بيئة زراعية، اللي كان في بيئة أخرى، كل أنواع العمل. الإنسان مش هيقدر يعيش بالعلم الشرعي فقط، لابد أن يكون في أعمال. مع الحرص الشديد على إدارة أعمالهم وغير أمور حياتهم كلها، أحيانا كان بيصعب على بعض الصحابة حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيعملوا إيه؟ زي ما ذكرنا قبل كده إن هم كانوا بيتناوبون على مجالسه صلى الله عليه وسلم، زي ما كان بيعمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. وقلنا أن بني أمية بن زيد المنطقة دي كانت من عوالي المدينة، يعني من أطراف المدينة، مش قريبة، يعني زي ما يكون قرى شوية بعيد عن مركز المدينة. وبيقول أن إحنا كنا بنتناوب، سيدنا عمر بيتناوبوا على النزول على المجلس بتاع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبيقول: جاري ده ينزل يوم وأنا أنزل يوم، يعني يوم ينزل المجلس ويوم يروح يشوف أعماله، التاني ينزل يحضر مجلس سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام ليتعلم العلم، وبعدين اليوم اللي بعده ينزل سيدنا عمر وهو ده يروح للعمل بتاعه. فهو بيقول سيدنا عمر بيشرح حتى هذا الكلام: فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. عايز يوصف لنا سيدنا عمر بن الخطاب مدى حرص الصحابة الكرام على تلقي الحديث حتى مع وجود شواغل الحياة، لكن في حرص على تلقي أنوار الوحي، عشان هو ده اللي بيعيشوا بيه، هو ده اللي متعمق في كل مجالات حياتهم. إزاي تكون العقيدة، إزاي تكون عباداتهم، إزاي تكون معاملاتهم، كل ما يتصل بحياة الإنسان المسلم. فتلقي هذا العلوم يعني هو الحياة الحقيقية للإنسان، لكن سعي الإنسان في الحياة للبناء والتعمير والزراعة والتجارة والصناعة لا يشغله ذلك عن طلب العلم الشرعي، وفي نفس الوقت طلب العلم الشرعي لا يقضي على أن يكون عنصرا بناء قائما في مجتمعه بكل أدوات البناء من جهة الفكر ومن جهة العلم ومن جهة العمل ومن جهة التقنيات ومن جهة كل شيء. لكن حرص الصحابة الكرام على تلقي الحديث وصل إلى هذا الحد. والصحابة زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيأرخ لنا وبيعلم الأجيال اللي جاية بعد كده إزاي كان حرصهم على تلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ده علم عظيم احتفظوا بيه عشان مش يتعلموا هم بس وبعدين يبقى فيه أثر بهذا العلم، لا، يتعلموه ويورثوه للأجيال اللي جاية بعد كده، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. سيدنا البراء بن عازب الأوسي رضي الله عنه بيقول لنا برضو إزاي هم في اللي كانوا بيتناوبوا على مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبرضو كانوا أحيانا مع التناوب ده إنه في مجموعة متخصصة أكتر في طلب الحديث هم اللي كانوا بيروحوا ويحدثوا غيره. فسيدنا بيقول إنه سيدنا البراء بيقول: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدثنا أصحابنا، كنا مشتغلين في رعاية الإبل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمعونه من أقرانهم وممن هم أحفظ أو ممن هو أحفظ منهم، وكانوا شفأديه يشددون على من يسمعون منه. يعني يتأكدوا الكلام ده انت سمعته من رسول الله، شفته بعد كده لما ظهر، أو هنشوف لما ظهر علم مصطلح الحديث وطرق وطرائق علماء الحديث في التحقق من صحة الحديث، تعلموها من الأوائل الكرام. شوف الصحابة طبيعي الحياة ممكن تاخده في مجموعة
كانوا بيتناوبوا، مجموعة تانية بتشتغل، مجموعة تانية بتطلب العلم وتعلم من لم تحضر، من لم يحضروا مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشدد كل واحد منهم، يشدد يتأكد من إنه هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى بيأكد على، بيحكي لنا الطريقة بتاعتهم، منهجهم في التلقي كان إزاي. فبيقول ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده شيء منطقي. فهو بيقول كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب. يعني لم نعرف الكذب. المجتمع ده كان في درجة عالية من الصفاء، ده المجتمع النبوي الشريف. وكان بيقول وبيأكد على إنه مش كلنا كنا بنسمع نفس الأحاديث كلنا في وقت واحد، لكن كانت في مجموعة بتسمع وتحدثنا، يحدث الشاهد اللي هو حضر، الذي شهد حضور مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، ويبلغ الغائب اللي ما قدرش يحضر معاهم المجالس، ويعلموه العلم اللي تعلموه. خلي بالنا من هذا التطور في علم الحديث. المرويات دي وغيرها بيبلغنا أو بيبلغنا الصحابة الكرام من خلالها وسائل إثبات العلم. أولاً الحرص على العلم، وسائل إثبات العلم، وطريقة نقل العلم. أول حاجة مع ظهرة، مع ظهور الحديث، وده كان في زمن النبوة الشريف. ومن ذلك ما يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. يعني مش كل حاجة إحنا بنحدث بيقولوا للطلبة بتوع، لطلبة الحديث، للمتخصصين قوي بقى اللي قاعدين مفرغين نفسهم لطلب الحديث. فهو بيأكد سيدنا أنس بيقول إن ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يتهم بعضنا بعضا. وفي رواية تانية أخرى عن قتادة إن سيدنا أنس حدث بحديث، كان بيروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل: سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم، أو حدثني به من لم يكذب. يا إما أنا نقلت بنفسي، أو نقلته عمن علمنا وعرفنا أنه لا يكذب. وبعدين راح قايل إيه؟ والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب. ده مجتمع كان طاهر، يعني فيه طهر شديد ونقاء شديد. الطريقة دي في التثبت من الحديث دي البكورة الأولانية في علم بعد كده الحديث، الأصول اللي قام عليها بعد كده علم الحديث. ما هي مراحل تطور علم الحديث. شوفوا في البداية كان إزاي، فكيف يكون في النهاية. بل من شدة حرص الصحابة الكرام على إتقان تلقي الحديث الشريف، استذكار الحديث. يعني إيه استذكار الحديث؟ يعني كانوا رضوان الله عليه يتذاكرون دائما ما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعوا الحديث ومش مشوا، لا ده يقعدوا يذكروا مع بعض، بالذات المجموعة اللي تخصصت قوي وكثرت روايتها للحديث. سيدنا أنس بن مالك بيقول: كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنحضر مجلس الحديث عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنسمع منه الحديث. فإذا قمنا خلصنا المجلس بتاعنا مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيقول تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. ياه، مش يقوموا من مجلس لمجلس، فأخذوا الحديث ودونه من دونه منه، وحفظه من حفظه في الحال منه. كل دي كانت وسائل حفظ. يقعد الصحابة بعد مجلسهم مع سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام يذكروا اللي خدوه في المجلس، يحفظوا المتن ويسمعوا البعض ويتأكدوا من كتابته عند من كتب. كل ده كان موجود، ومن ينكر ذلك جاهل، جاهل، لأن دي وسائل حفظ معلومة وتكلم عنها أهل العلم بدقة. لأن العلم ده يعني مشي برعاية الله وحفظه، كما حفظ القرآن الكريم حفظ هذا العلم
الذي يحفظ السنة النبوية المطهرة. فحفظ الصحابة السنن الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وحفظوا لنا أساليبهم العلمية في حفظ الحديث وفهمه رضوان الله تعالى عليهم. واللهم صلي وسلم وبارك على معلم الناس الخير، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، بنرحب بمشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية ومشاهدي قناتنا العزيزة أون. مرحبا بالجميع. نذكر حضراتكم سريعا بصفحتنا اللي يحب التواصل من خلالها، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف تلقي أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربعاء هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة. وكمان بنعرض يوم الأربعاء فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. نبدأ في أخذ أسئلة السادة المشاهدين الكرام. أستاذة أروى. أهلا وسهلا. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. الصوت بس مش واضح يا أروى. بقول لحضرتك أرجوك لأجلكم ربنا بس يكون الساعة على خير. الو ايوه سامعاكي، اتفضلي. بتقولي؟ بقول لحضرتك انا كنت انا وزوجي قبل ما اتجوز، انا متجوزه وانا عندي ثالثه ثانوي. فانا كنت متفقه معاه ان انا اكمل يعني حتى الجامعه يعني. فهو دلوقتي لما انا خلفت قال لي يعني انت انا هتاخديها تعملي بيها ايه وما اعرفش، زي ما بقول كده، فانا عاوزه اكمل تعليم. فبيقول لي يعني اللي تصرفي احنا بناتنا اولى بيه، فهل انا من حقي ان انا اطلب شهادتي ولا لا؟ انك تكملي ولا لا؟ اه. وانت تقدري تجمعي بين الاثنين ولا الامر صعب؟ لا انا ولادي كبروا شويه يعني اللي هم عادتنا. يعني تقدري توزني بين الاثنين؟ اه عادي. طيب يا اروى، انت لو اتكلمتي معاه وحاولتي تقنعيه يقتنع؟ هو يعني هو عادي، هو بيقول لي يعني اللي تصرفيه بناتنا اولى بيه. طيب انت مش عندك يعني مش ليكي مصروف، عامل لك مصروف ولا؟ ما هو مصروف في البيت، هو اللي بيجيب كل حاجه في البيت. اه لكن حاجات الجامعه وكده، هل ليكي يعني هل ليكي فلوس شخصيه خاصه بيكي تقدري تصرفي؟ لا. تمام. طيب يا رب. معلش يا دكتوره، البنت ان ربنا يشفيها. نعم. ويا ليل القلب. انا مش سامعه تسنيم، لو ممكن انا سمعت الاولاني. طيب يا اروى هخلي تسنيم تقول لي التاني. ربنا يهديه.
حاضر. إيمان، أستاذة إيمان. ألو. أهلا وسهلا أستاذة إيمان. الحمد لله، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا أستاذة إيمان، وحشانة والله. ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يبارك في عمرك. دلوقتي يا ما دكتور ما يحرمناش منكم أبدا. آمين يا رب. اتفضلي اتفضلي حبيبتي. دلوقتي أنا لما باجي أصلي مثلا العصر بقرأ في أول ركعة مفروض الحمد لله، معلش تاني يا إيمان قولي سؤال تاني. حاضر. أنا لما باجي أصلي العصر في أول ركعة المفروض أقرأ الحمد لله وسورة إيه؟ سورة صغيرة تاني معاها، وتاني برضو ركعة المفروض أعمل كده. فأنا باجي في تاني ركعة وممكن أنسى أقرأ الحمد لله، وأنسى يعني تاني ركعة أقول الحمد لله أقرأ سورة الفاتحة، وأنسى أقرأ معاها سورة صغيرة. فهذا كده صلاتي بقت تنفع؟ اللي هسأله في الركعة التالتة والرابعة بتقري الفاتحة؟ ايوه بقرأ الفاتحة بس. التانية بقرأ الفاتحة بس وبنسى ايه أقرأ معاها تاني سورة صغيرة. فهي بقى كده صلاتي بقت تنفع؟ يبقى انت سؤالك خاص بالركعة التانية. ايوه. لو انت اكتفيتي فقط بقراءة الفاتحة هل تجوز الصلاة ولا لا؟ حاضر حاضر، شكرا شكرا يا ايمان. ست ام مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بحضرتك يا دكتورة. اهلا وسهلا ومرحبا ست ام مصطفى. الله يخليك الله يخليك. بقول لحضرتك يا دكتورة، انا ساعات وانا بصلي كده يعني بغسل زي ما اكون بنام كده لمدة ثواني كده، وبعدين افوق واكمل الصلاه. فهل هي كده صلاتي مظبوطه ولا ايه؟ وانت واقفه ولا وانت قاعده؟ لا انا باخد علاج وشايله المفصل وقاعده، يعني بقول يمكن العلاج اللي بيعمل معايا كده. قاعده على الكرسي مش تبقي نايمه. لا قاعده. فوانت قاعده بتجيلك السنه السريعه دي وتفوقي بعدك يعني الغفله؟ ثانيه، مجرد ثواني كده. وحضرتك قاعده على الكرسي؟ وانا قاعده على السرير ما بتعرقش يعني. حاضر، شفاكم الله وعافاكم. الله يبارك لك يا دكتوره. امين امين، ربنا يتم شفاكم على خير ويشفي كل مريض يا رب، مرضانا ومرضى الناس اجمعين، اللهم امين. يا استاذه رباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا استاذه رباب. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله رب العالمين. انا كان عندي استفسار يا دكتوره. انا موظفه وليا زميله مريضه وبتجيب في جزء كبير جدا من مرتبها علاج. حضرتك موظفة ولكي زميلة موظفة برضو؟ أيوة معي. هي بتصرف علاج كتير؟ من مالها يعني، من المرتب بتاعها. فأنا عايزة أساعدها فبضطر أجيب مثلا جزء من العلاج ده، لكن للأسف بقول لها ده من جمعية خيرية حفاظا على مشاعرها. يعني أنت بتساعديها من مش عايزة تجرحيها، مش بتقول لها إن أنا بالظبط مش عايزة أجرح مشاعرها. فأنا سؤالي بقى، هل ده يعتبر انا كده بكذب عليها وبغشها؟ وهل ده يعتبر يعني ينفع يجوز عليها صدقه من مالي الخاص ليها رغم انها موظفه ليا معايا يعني ليها مرتب زي زيها؟ حضرتك تقصدي صدقه واجبه يعني زكاه ولا صدقه تطوعيه؟ لا لا لا، صدقه عاديه مش زكاه. تطوعيه، تمام. عشان هي زميل يعني زميلتك موظفه زيك يعني. يعني ليها مرتب زي زيها بالظبط. انا فاهمه انا فاهم. حاضر حاضر يا استاذه. هل ده يجوز ولا هو مش من حقها ومن حق حد احق؟ فهو ده بس اللي انا. وانت على درايه، انت زميلتها واكيد هي بتتكلم معاكي واكيد انت عارفه تفاصيل حياتها. هي مريضه. مريضه وبتجيب انه الراتب بتاع كتير. انه الراتب بتاعها لا يكفي للعلاج، فانت بتساعديها وبتقولي لها ان ده من مكان. نعم يعني الراتب لا يكفي للعلاج. انا فاهمه. ومصاريفها الشخصيه هي وولادها وملهاش تامين وملهاش حاجه. ما هو للاسف في علاج يبقى تبع التامين وفي علاج بره ما يبقاش تبعه بالظبط. تمام تمام. فانت الجمله انك لقيت ان هي مش قادره، يا صاحبه مرض كبير. تمام بالزبط. يا استاذه رباب حاضر، زادك الله حرصا على الخير. معانا استاذه ايمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذه ايمان. استاذه ناديه، بس انا منفصله بقالي 19 سنة وتزوجت تاني، وحصل مشاكل ما بيني وما بين والد بنتي وبلع عليا كتير. يعني انت تزوجتي ما رجعتيش لزوجك زيجة أخرى؟ الزواج الأولاني معايا بنت. أيوة. عندها 20 سنة. أيوة. هو ما بيصرفش عليها، ما بيبعتلهاش فلوس، ما رفعتش عليه نفقة ولا أي حاجة. أنت طلقتي منه وبعدين رجعتي له مرة تانية ولا تزوجتي بزوجة؟ لا تزوجت شخص تاني. تزوجتي بآخر وبعد ما اتجوزتي حصلت مشاكل أكتر أكبر مع شخص تاني.
بيشرب وكده وبهدل نفسه وبيتبلى عليا وعمل لي قواضي كتير. اللي هو فانا بسأل الشخص التاني؟ الشخص التاني؟ انا معايا بنت من الاولاني وبنت من التاني. حكم الدين حضرتك ان انا كده ان انا اللي حرميهم هم اللي انا ما قصرتش في حاجه. بابا الاولانيه هو اللي سايبها وما بيسالش عليها بقاله. طب انا هقول لك على حاجه ايمان عشان بس ايه الناس كلها بتسمع الموضوع، فاحنا برضو هل انت شايفه الاختيار الاول والتاني كانت اختيارات كويسه؟ عشان ما اقولش انا ما قصرتش، ما انا ممكن ما اكونش قصرت يعني، لكن الاختيار ما كانش صح ولا ايه؟ هو اختياري التاني انا كنت شغاله وتعبت من شغل فناس جابوهولي فما ما اعرفش ان هو وتسرعنا وتسرعنا بس فكان غصب عني. يعني ماشي ايمان حاضر، ما تزعليش يعني، انا بس عشان ما اقولش انا اصل انا كنت كويسه مع الاول كويسه مع التاني. انت ممكن تكوني حقا وصدقا كما تقولين انك انسانه عاوزه تعيشي وانسانه ملتزمه، لكن انا اختياراتي ممكن ما كانتش اختيارات منضبطه. حاضر يا ايمان، هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم بتيسير الله تعالى. مرحبا بكل المشاهدين الكرام. أروى بتقول متجوزة من وهي في ثالثة ثانوي، واتفقت مع الخاطب بقى ساعتها يعني إن هي تكمل تعليمها، لكن بعد الجواز قال لها مش الولاد أولى بالفلوس أو بناتك أولى بالفلوس. يعني لو كان ده شرط إحنا أخدناه على الزوج قبل الزواج فالأصل إنه يلتزم به، لأن المسلمين على شروطهم كما جاء في الحديث النبوي الشريف. يعني على الإنسان المسلم أن يلتزم بما أوجب على نفسه، بأنه وعد أنها تكمل تعليمها فكان يجب عليه أنه يفي بما وعد، أما وهو الآن لا يفي بما وعد. طيب أنا دلوقتي بعد ما اتجوزت وأنجبت وجاي يقول لي الأولى بالفلوس الحالات دي الأمر بيحتاج بقى فيها بعد الجواز والخلفة وكده الحكمة وحيلة، ونحاول نحن نوصل معه على اتفاق عشان نراعي جميع الجوانب، مش عشان هو حقي وهو خالف الوعد ابتدي ان احنا نولع البيت بقى وتبقى حريقة البيت وبعد كده الامر يبقى مشكلة كبيرة وما نقدرش نوصل لحل ونفسد استقرار البيت. لا مش ده الكلام، لكن هبتدي اتكلم هقول له انا هحوش ده وهحاول انه ما يجيش على انت وعدتني بالامر ده واكيد انا لما اتعلم واكمل تعليمي ده هيعود بالفائده على ولادي كمان، اعرف اذاكر لهم اعرف اكون معاهم وده شيء يعني يشرفهم ويشرفك. يعني ناقشي وادعي ربنا وصلي كل يوم ركعتين لله كده سالي الله سبحانه وتعالى انه يلين قلبه انه يرجع يفي بما وعد، وان شاء الله من يتحرى النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث ومن يتحرى الخير يعطى. طالما انت صادقه النيه في ذلك هتوصلي ان شاء الله وربنا هيسر لك هذا الطريق وسلي الله من فضله. حاضر هدعو بما يعني طلبتي واسال الله ان يجعلنا اهلا لقبول الدعاء. استاذه ايمان في صلاه العصر انها بتصلي بتيجي في الركعه الثانيه بتقرا الفاتحه دون سوره اخرى، فبتقول هل صلاتها سليمة ولا لا؟ يعني عشان يبقى فاهمين الأمر ده إنه قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة عموما، قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة من المستحبات وليس من الواجبات. لما نقول إنها من المستحبات وليس من الواجبات، يعني لو أنا اكتفيت بقراءة الفاتحة حتى في الأربع ركعات صلاتي سليمة ولا شيء في ذلك. صاحبة السؤال أستاذة إيمان. ست أم مصطفى بتقول إن هي بتاخد أدوية، هي قاعدة أغلب الوقت، شفاكم الله وعافاكم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يتم شفاكم وشفاء كل مريض، اللهم أمين يا رب العالمين. فبتقول إنها ساعات بتجيلها غفوة كده في أو غفلة كده في الصلاة سنة بسيطة كده وتقوم راجعة تاني أثناء قعودها والقيام بأداء الصلاة لأن هي ما بتتحركش وتاخد أدوية كتيرة. بس نبقى فاهمين أنه الأصل أنه الإنسان يأتي بالعبادة وقت الحضور والهمة، الأصل
أن يأتي الإنسان بالعبادة وقت الحضور والهمة، يعني وقت النشاط، وقت الحيوية، ما بقاش عارف أن أنا خلاص تعبان وكسلان خالص ومش قادر أفتح عيني وداخل أصلي، لا، طالما عندي فسحة من الوقت أن أنا يعني أنشط، يعني أحاول أخذ بالأدوات اللي تنشطني، ده الأصل عشان الإنسان يبقى فايق وهو بيؤدي العبادة قدر طاقته، وبخاصة إذا كان طبعا حضرتك في حالة مرضية فاتقوا الله ما استطعت. طبعا ما فيش لا شيء على حضرتك من هذه الغفوة ما دامت لا تصل للنوم العميق اللي بيغيب يغيب الإنسان عمن حوله، دي سنة سريعة وأنت فيها، فإن شاء الله صلاة مقبولة بتيسير الله تعالى. الأستاذة رباب موظفة ولها زميلة موظفة وهي عايزة تساعدها لأن هي الفلوس بتاعتها أو راتبها الشهري ما بيكفيش كم الأدوية الكتيرة اللي هي بتاخدها، هل يجوز أنها تقول لها أن دي من جمعية، هي بتقول لها أن ده من جمعية خيرية عشان ما تجرحش مشاعرها، وهل يجوز أن ده يكون من الصدقة؟ طبعا لا شيء في ده، ده مش كذب أن أنا براعي مشاعرها وأقول لها ده من ممكن حتى تراعي الألفاظ بس، يعني بدل ما أقول أنه جمعية خيرية من أحد القائمين بعمل الخير، من أحد القائمين بعمل الخير، يبقى أنت من أحد القائمين بعمل الخير، يعني بس نتحرى العبارة قدر الطاقة بتاعتك. الأصل أنك مش بتزيفي، الأصل هو الحفاظ على الشعور بتاعها وأنك ما تجرحيهاش، أنك زميلة زيها فإنك يعني بتتصدقي عليها وأنت أدرى بيها من غيرها، لأنك مع هذه الزمالة والصحبة تقدري تعرفي صفاتها اللي على أساسها أن حضرتك تعرفي تعامليها بطريقة لائقة ما تجرحش مشاعر هذه الزميلة، وده من باب يعني الخير، انت قصدك فيه الخير. طيب انا بتصدق، تجوز صدقه؟ نعم، يعني ده باب صدقه، باب واسع، ولا مانع ان حضرتك تساعديها من هذا المال ما دامت هي اهلا للاستحقاق، ودايما بنقول ان باب الصدقه واسع اوسع من الزكاه الواجبه، وانت ربنا ان شاء الله يتقبل منك هذا العمل الطيب، ولو ان الناس كلها كل انسان يعني بيتفقد من حوله، زميل، قريب، جار، ويراعي الناس كده وياخد باله، لن نجد إنسانا محتاجا. إنه الإنسان يستأثر بالنعم لنفسه هو ده اللي بيخلي إنه بيبقى فيه محتاجين كثر، إنما لو كل إنسان ربنا مديله فيتفقد من حوله، أو عنده فضل من خير فيتفقد من حوله بهذا الفضل، ده هيقلل كتير الفجوة اللي بنجدها في كثير من المجتمعات. أستاذة إيمان بتقول إنه هي اتجوزت وبعد كده أنجبت من الزوج الأول ابن عنده 20 سنة دلوقتي، وبعد كده تزوجت بآخر، وبعدين بتقول إنه حصلت مشاكل كتيرة مع التاني ده، إنه بيشرب، وخلفت منه بنت برضو، فهي بتقول أنا هل ظلمت البنتين؟ يعني ما يعني مش هقدر اقول انا ظلم، انت في الاول ظلمتي نفسك يعني، وما تزعليش يا ايمان، عشان الواحده لما بتبقى طالعه من موضوع الطلاق وتوافق على اي حد، عشان تقول انا تعبت من الشغل فاروح اتجوز اي حد من غير ما نسال، الناس جابوه لي، الناس يجيبوا لي ان شاء الله يجيبوا للسنه الجايه، بس لازم نسال عنه، ولازم ندي نفسنا وقت، الخطبه شرعت من اجل انه كل خاطب مع مخطوبته يشوفها هتنفع ولا مش هتنفع، فإذا بيمثل النهاردة مش هيقدر يمثل على طول، إذا هي بتمثل النهاردة مش هتقدر تمثل على طول، هتنكشف الأمور، وبالتالي الاختيار يكون على بصيرة، الخطبة شرعت من أجل ذلك، مش عشان أنا طلقت أروح أقبل بأي حد، لا، فالإنسان يورط نفسه في زيجة أخرى ويطلع بتعاسة أكبر، مش بقولها عشان أوجه، بقولها عشان اللي بيسمعنا، السعيد من اتعظ بغيره، وفي نفس الوقت ما تكرريش التجربة دي بنوع من العجلة، عشان الاختيارات الإنسان مسؤول بلا شك عن اختياراته، لكن أنا دلوقتي في موقف، وأكيد أنت كانت نيتك وضميرك أنك مش تفسدي على بناتك حياتهم، لكن عايزة تعيشي وهما كمان يعيشوا، أنا دلوقتي لازم في مرحلة بقى أن أوازن ما بين المصالح والمفاسد والمآلات، فاختار الأمور اللي بقى تحافظ على بناتي وتحافظ عليا، وأسأل الله من فضله، أدعو الله بالخير، وأدعو الله أن يعينني بمعونته، وإنه يفتح لي أبواب التوفيق الحي الباقي، وأسأل يا سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، وأنا باخد بالأسباب، الدعاء
أخذ بالسبب أمرنا بيه، والسعي بأن الإنسان جاني عريس أسأل عنه وما تسرعش بالموافقة عليه وأدرسه لا أتعجل أبدا. طلقت ما طلقتش أنا هرتبط، لازم أدي نفسي فرصة عشان ما نجرحش تاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك فتحا مبينا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، نسألك عزا عظيما، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا ونصرا وظفرا وعلوا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.